حياتي من الجيزة للمعادي مع باسم كميل وصبري زكي. حياتي من الجيزة للمعادي، هي اسمها ابويا ولا اقول له دادي؟ حياتي من الجيزة للمعادي، سيبك من اللي في ايدك وتعالى حادي بادي. حياتي من الجيزة للمعادي، انا رايح اجيب طعمية من عند ام نفادي. نفادي. حبايبي الحلوين اللي في بيتنا منورين، اتمنى اشوفكم مبسوطين وركزوا معايا كويس. 1 2 3 بارتي. يلا يلا بستوا في خيرنا وعزنا، شقة كبيرة وبتطل على النيل. خيرك ازاي بس؟ ما احنا صارفين برضه يا صاحبي. انا مش قايل لك يا ناموسة ما تفتحش بقك، انا مش هاخدك معايا في حتة تاني لعلمك. وانت بقى ناموسة؟ انا ميدو يا صبري، ارغي. برضه يا ناموسة برضه؟ انا مش قايل لك مالكش دعوة اصحابي؟ يعني سايبني وواقف بعيد؟ سوري يا تلا. سوري يا تلا، ده انت غتيت ياب جدا بجد. انا جاي لك يا تلا اهو جاي. ايه ده؟ انت مش بتكلميني؟ افهم بقى يا ناموسة، قصدي حاول تفهمني، انت محدش بيحبك غير... ايوه قولي غير مين؟ غير مامتك مثلا. لا لا، ماما مش بتحبني وبتقول عليا رخم. يعني مامتك مش مستحملك وعايزنا احنا نستحملك؟ مين صاحب الشقة دي؟ ايوه يا فندم، الشقة دي مأجرينها انا صبري زكي وصديقي المذيع باسم كميل. وكمان بتتفادلكوا وانتوا طلعتوا مأجريني الشقة؟ حقيقي اخ، ما تتلم بقى يا ناموسة بدل من حبسك. طيب تمام، تعالى بقى انت يا صبري يا زكي، انت وباسم كميل. طب هنسيب صحابنا لوحدهم كده؟ احنا هنهزر، في شكوى متقدمه ضدكم لازعاج للسكان اللي حواليكم والوقت متاخر. وهي الساعه لسه 9 بالليل ووقت متاخر؟ الله يرحم ايام الجيزه، كنا بنقول لبعض صباح الخير الساعه 10 بالليل. يلا سكه، خلي العداله تاخد مجراها. طب شكرا يا باسم. يا نهار اسود على المنظر، ايه العضلات اللي بتبوظ دي؟ هم سجننا مع جودزيلا واحنا جايين ايه ارهاب؟ انت بقى مين؟ انا بشبه عليك. انا يا فندم الصوت طالع، انا صبري. لا ياد مش انت، انا على الامور اللي معاك. حضرتك انا باسم كميل. انا بشبه عليك، انا شفتك فين قبل كده؟ انا باسم كميل مذيع في راديو انرجي 92.1. لا انا ما عنديش تلفزيون. تلفزيون؟ طيب يبقى اكيد عامل لي فولو على الانستغرام، باسم كميل وباسم دبل اس كميل دبل اي. ما قلنا ما عنديش تلفزيون، ولا انت مش هتفهم غير لما كسر دماغك يا معلم. عيب مش كده. وانت مين ياد انت؟ انا مش بشبه عليك. انا صبري. انت هتناسبني؟ انا عاوز اعرف جايين فين. البوكس. انا ما شفتش اغبى منكم، تهمتكم ياد انت وهو. ازعاج وقلق في المنطقه حضرتك. يخرب عليكم، انتوا كنتوا بتثبتوا الناس في الشارع؟ لا عاملين حفله. وكمان عاملين عليهم حفله؟ ده انتوا مجرمين ولا يبان عليكم. انا اللي ما شفتش اغبى منك. حياتي من الجيزه للمعادي، بطوله باسم كميل، صبري زكي، هايدي زيدان وساره المنذر. تاليف فيليمون صبحي، خالد بسيوني. هندسه صوتيه وتنفيذ مروان مارديني. فكره واخراج صبري زكي.